السلام عليكم. سرتي على لساني. في حياة كل واحد فينا وقع حادثة علمت، أثرت، غيرت، فضلت، عاشت جواه. صاحبته طول عمره أثرت فيه من سن صغره ومن صغر سنه إلى سن كبره وكبر سنه. خليني بقى أقرأ لكم من سرتي على لساني. كان الطريق رمليا ليس كما هو الآن، فقد سفلتوه، لكن المطبات والحفر والنتوءات زادته بؤسا. هنا في قريتنا كل الناس تتكلم بصوت عال لا يمكن للغريب أن يميز بين الحوار والشجار. اقتربت من بيت خالي وجننت الصغيرة على أطراف القرية، صار مخنوقا بالبيوت حتى أنني لا أتعرف على مكانه عندما أمر عليه. أكثر ما كنت أراه في هذه الجنينة هو الضفادع تتقافص بجوار الترعة وتضل طريقها للجنينة. كان خالي يجلس بين رجلين يصيحان، الأول هو صاحب البيت المجاور والذي بناه حديثا، والآخر هو النقاش الذي قام بطلاء البيت. كان النقاش مصمما على ما فعله والجار يطالبه بإزالته فيرفض النقاش ويقسم على أنه سيفسد نقاشة البيت كلها لو لجأ الجار إلى غريب ليطمس اسمه. كان النقاش فرعونيا تماما حين كتب على واجهة البيت بياض وتلوين فلان الفلاني. كلما عبرت بعدها هذا الطريق كنت أقرأ اسم النقاش الذي اختفى مع مرور السنين فوق الجدار وفوقنا. وقفت في الصف خلف الإمام ورفعت كفي وبدأت الصلاة. كنت أردد جملة حفظتها مؤخرا حين ينطق الإمام سمع الله لمن حمده، فأقول حمدا يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه. تلعثمت رغم تركيز الشديد، فقد رأيت الشاب الذي يصلي بجواري الملتحي لحية كثيفة تصل إلى صدره، يتجه بزاوية وجهه لي ويمعن النظر في وجهي. أصابني الرعب حيث بدأ المصلون السجود بينما تجمدت أنا من نظرته وهو يسجد ملتفتا لي برأسه وناحيتي. ننهي الصلاة وأجري خارجا وأعود للبيت وأحكي لخالي، فينطلق في الضحك ويخبرني أنه محمود ابن ربحة الحرمية، جارتنا في آخر الشارع وأشهر لصة في المدينة، وهي التي تمنع أي حرامي من الاقتراب من الشارع أو سكانه. ابنها شاب مهذب لكنه عند الجميع محمود ابن ربحة الحرمية. تدين والتحى وانضم للجماعة، لكن حيرته بين تدينه وبيئته جننته. نصحني خالي صلي في جامع تاني. كانت الوجوه كلها تنظر نحوي والزحام يملأ الطرقات بعدما تكدس الحضور على الكراسي. تدربت على إلقاء القصيدة قبل الحفل بيومين. كانت مهمتي هي قيادة فريق المدرسة في حفل المشاركة الثقافية الذي يضم جميع مدارس المحافظة. مهمتي أنا كانت إلقاء القصيدة التي اخترتها بنفسي وتدربت عليها مع مدرس المسؤول الذي كان يضع فوق كاهلي مهمة الفوز. كنت بارعا في الحفل في تقديم الفقرات والتعليق عليها، وبتنا جميعا واثقين من الحصول على المركز الأول. حين بدأت إلقاء القصيدة التي صفق للأبيات الأولى فيها الجميع منبهرا، ثم امتلكت زمام القصيدة حتى اجتاحت القاعة حماسة مدهشة وصيحات استحسان بلا توقف. وبينما أتعالى بثقة المشبعة بالطفولية إذا بصوتي ينحبس، ثم تنطلق كحة غليظة من جوفي تزداد فتقطع أوصال القصيدة. أحاول أن أكمل فتتضخم الكحة وتندفع وينطلق الجميع في الضحك. لا أحد يرحم الفائز حين ينهزم.